اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم اليومي استوديو الاخباريه، معي انا عزام العبيد في تقديم هذه الجوله. نبدا هذه الجوله باخبار المناطق مشاهدينا الاعزاء وبعنوان الاطاحه باكثر من 1400 متهم في عمليه مكافحه المخدرات او في عمليات مكافحه المخدرات خلال السته اشهر الماضيه، وذلك طبعا تم ذكره في المؤتمر الصحفي الذي كان بالامس. الدكتور سامي الحمود مدير البرامج الوقائيه بمديريه العامه لمكافحه المخدرات معنا عبر الهاتف. دكتور سامي حياك الله. دكتور سامي تسمعني؟ يبدو أن الدكتور سامي اتصاله إلى الآن مجهز على بل ما يجهزوه الشباب. طبعا من العنوان مشاهدينا الأعزاء دائما وأبدا احنا نشيد بدور رجال وزارة الداخلية بجميع القطاعات بأمانة اللي دائما تتعاون مع بعضها البعض حتى تشكل قوة ضاربة لمنع العديد والعديد من مثل هذه العمليات المشابهة. يعني لما نتكلم عن 1500 أو 1400 متهم في عمليات مكافحة مخدرات خلال ستة أشهر، هذه تثبت بأن أنهم لديهم قوة رادعة بمشيئة الله عز وجل. رح نرجع للخبر الأول مشاهدينا على بال ما نجهز الدكتور سامي الحمود، ولكن خلينا برضو الآن نسمع العنوان الثاني وهو أسعار الإيجارات مرشحة للانخفاض أكثر بكثير من الوضع الحالي، وذلك طبعا كان هناك خبر صحفي تحدثت فيه عدد من الجهات وكذلك عدد من الأشخاص. الدكتور أحمد أو الأستاذ أحمد الجبير الخبير الاقتصادي معنا عبر الهاتف. أستاذ أحمد حياك الله. هلا اخوي عزام، اهلا وسهلا، حياك الله. من العنوان استاذ احمد، يعني هل فعلا اسعار الايجارات مرشحه انها تنخفض؟ والله للاسف نسمع بالانخفاض لكن لم نلحظه كما يدعون. يعني الانخفاض الايجارات حتى الان، وبالعكس الايجارات يعني هناك زياده وهناك ركود، يعني ما هو واضح يعني الى الان. والسبب ان وزاره الاسكان لم تحل المشكله، يعني هم مهمتهم هو اسكان المواطن، لكن للاسف الشديد حولوا الاسكان الى قروض والى تمويل الى طيب في برنامج استاذ احمد سموه برنامج ايجار اعتقد كذا اسمه، مختص في هذه العمليه في تقييم اسعار العقارات وايجارها وما الى ذلك ووضع حدود معينه للايجارات، هل تعتقد انه راح تصب لمصلحه المواطن في النهايه مثل هذه القرارات؟ والله لا اعتقد، يعني احنا سبق وتحدثنا عندكم في القناه، اتذكر انه قلنا الاراضي مثلا موجوده ومتوفره، ويفترض ان وزاره الاسكان تمنح الاراضي وتترك المواطن يا اما يقترض او يدبر نفسه، يعني هنا يعني اقرب حل يعني. لكن طيب. للاسف الشديد تفضل. للاسف الشديد وشو بس؟ كمل. يعني هناك كلام وتصاريح فقط ولكن لم نرى شيء على الواقع. نريد تفعيل، نريد يعني شيء ملموس. الدعم المالي كبير يعني، ومنحهم أراضي أتصور أكثر من 100 مليون متر، لكن كل الذي نسمعه مجرد تسويف وتأخير، إلى الآن لم نرى أي شيء. طيب استاذ احمد يعطيك العافيه على هذه المشاركه وعلى هذا التعليق، ويعطيك العافيه مره ثانيه. نرجع للدكتور سامي الحمود، والعنوان للتذكير هو الاطاحه باكثر من 1400 متهم في عمليات مكافحه المخدرات خلال السته اشهر الماضيه. دكتور سامي حياك الله. الله يحييكم. يا هلا وسهلا. يعني من العنوان دكتور سامي الجهود المباركة هذه والجميلة جدا اللي تقوم فيها جميع قطاعات وزارة الداخلية وكذلك المديرية العامة لمكافحة المخدرات تتجلى أمامنا الآن بالقبض على أكثر من 1400 متهم خلال ستة أشهر. يعني إحنا سمعنا في المؤتمر الصحفي العديد من النقاط الجميلة والأرقام الجميلة، ولكن نبغى نسمع برضو أكثر عن عملية أنه اليقظة الجميلة هذه لرجال الأمن في إحباط هذه العمليات لتهريب المخدرات وترويج المخدرات. لولا قدر الله اليقظة هذه مو موجودة، وش كان صار في شبابنا يا دكتور سامي؟ نعم، أولا أشكركم على الاستضافة أخوي عزام، وأرحب بك وبجميع المشاهدين والمشاهدات. هذا البيان الذي صدر من وزارة الداخلية يعني له عدة قراءات. القراءة الأولى التنويه لما ذكرته من الجهود الجبارة التي يبذلها رجال هذه الدولة في صد هذا الاستهداف المتواصل لبلادنا في عقول شبابها ووحدتها عن طريق هذه الآفة التي اليوم العالم كله يشكو منها، آفة المخدرات. هذه الأرقام التي نشرت هي الجهود لأجهزة الدولة، الأجهزة الأمنية، مكافحة المخدرات، حرس الحدود، إخواننا في الجمارك، هذه العمل التكاملي الأمني أسفر عن هذه التغطيات. القراءة الأولى هي الإشادة بما قدمته هذه الأجهزة، ومثل ما تفضلت أخوي عزام الله يعلم سبحانه الحافظ لهذه البلاد
الله يعلم لو لم يكن هناك عيون يقظة على حدودنا وداخل البلد في التصدي لهذه العصابات، ماذا يحصل للبلد بهذا الاستهداف السافر المتواصل؟ وبفضل الله عز وجل تحقق الأجهزة الأمنية الضربات الاستباقية والضبطيات نشرت في البيان، القراءة للكميات لا تتغير عن النسب المعتادة، الانفيتامين دائما بال 24 مليون قرص، أكثر من 24 مليون قرص انفيتامين، دائما الانفيتامين والحشيش المخدر يأتيان في مقدمة المضبوطات مع كمية أيضا من الهيروين النقي الذي يخلط ويكون بكميات مضاعفة في السوق الداخل بسبب الغش وما يتعلق في إضافة بعض المواد له، وكميات بسيطة يعني أقل بكثير من الأفيون والشبك وبعض المخدرات غير المنتشرة في المملكة العربية السعودية. أيضا من القراءات السريعة، ونعرف أن وقتكم ضيق، وجود الأسلحة ووجود المبالغ النقدية التي تتجاوز 30 مليون ريال يثبت أن جريمة المخدرات متعددة الأبعاد، يدخل فيها جانب إزهاق الأنفس، يدخل فيها جانب الاعتداء، يدخل فيها جانب غسيل الأموال. أيضا تضمن البيان العمليات الاستباقية، وهذا أمر حقيقة يعني يسجل للجهات الأمنية داخل المملكة وخارجها في تعاون مع عديد من الدول الشقيقة والصديقة في ضبط المخدرات في مهدها قبل أن تصل للبلاد. هناك 14 مليون أمفيتامين كانت نتيجة عمل استخباراتي وتعاوني دولي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. هناك مصانع يعني لإنتاج بالذات الأمفيتامين تم ضبطها في عدد من الدول بتعاون مشترك مع تلك الدول مذكورين للجهات في تلك الدول. أيضا هناك شبكات للإنتاج والتهريب تم ضبطها بالعمل التكامل الدولي. جميل. وأيضا من القراءات المهمة في البيان ما أفاد به البيان من إصابة 14 رجل أمن من الرجال الأبطال الذين نفتخر بهم، ممن نصبوا صدورهم ووضعوا أرواحهم على أكفهم في الدفاع عن بلادنا وصد هذا العدوان عن شبابنا وعقول شبابنا. ولهم من التحية الحقيقة، ونسأل الله عز وجل أن يشفيهم ويتغمد بالرحمة ويكتب الشهادة لمن قضى نحبة منهم. هؤلاء الأبطال الذين يقفون للتصدي لعصابات الترويج والاستقبال والتهريب هم في خندق لا يقل أهمية عن أبطالنا الذين يقفون على حدود هذه البلاد. كل هذه الثغور الخارجية والداخلية هي ثغور لهذه البلاد يقف عليها أبطال، لهم منا التحية والدعاء دائما. أكيد أكيد، شكرا يا دكتور سامي على هذا التعليق وعلى هذا الدعاء الجميل، جهودكم دائما تذكر وتشكر، يعطيك العافية. مشاهدينا، الخبر الثالث والأخير معنا في فقرة أخبار المناطق اليوم هو خبر يجعلنا جميعا فخورين برجال أمن هذا البلد، اللي مهما تكلمت عنه هذا البلد أنا لن أستطيع أن أوفي حقه، وأنا فخور جدا أن أنا أنتمي له وأني أنا واحد من المواطنين اللي أعتبر نفسي وأعد نفسي وبإذن الله أني أكون رجل أمن كذلك، وكلنا رجال أمن لهذا البلد. عنوان هذا الخبر مشاهدينا: يقظة رجال الأمن تحبط عمليات إرهابية قبل وقوعها. ولما نتكلم عن وقوع هذه العمليات الإرهابية، وقبل لا أخذ الدكتور نواف الفغم معي بالاتصال الهاتفي، كلنا سمعنا البيان. أهم ما ذكر في البيان بأنه أثناء مباشرة الجهات الأمنية مهامها بإحدى نقاط التفتيش بمدينة الدمام، تم الاشتباه بمركبة يستقلها شخصان. عند استيقافها رجال الأمن طبعا وجدوا أنه أحد الأشخاص يعني كان في ارتباك شديد، ولكن بعد التقصي أكثر تمكنوا ولله الحمد من إلقاء القبض على هؤلاء الشخصين. الأول هو عبد الله الغنيمي سعودي الجنسية، والثاني هو حسين محمد علي محمد سوري الجنسية. طبعا تم تجنيدهم من عناصر داعش للقيام بعملية انتحارية تستهدف مطعم ومقهى في مدينة تاروت في المنطقة الشرقية. كان الموعد محدد لهذه العملية. الأهم أنه فعلا يقظت رجال الأمن، ورجال الأمن كانوا موجودين على الموعد، وتم إيقاف هذه العملية قبل حتى أن تقترب من موعد تنفيذها. دكتور نواف حياك الله. ألو دكتور نواف، يا هلا وسهلا. هلا وسهلا فيك، حياك الله. الله دكتور نواف، وش تعليقك على هذا العنوان؟ الله يسعدك. والله الحمد لله، نعم الله تترى على هذا الوضع. الحمد لله الذي يقيم شرع الله سبحانه وتعالى بهذه القيادة الرشيدة وهذا المجتمع المتآلف، المجتمع اللي من جميع الأطياف متآلف متفق على قيادة رشيدة محبة للوطن. نبارك ونشكر بعد الله سبحانه وتعالى رجال الأمن الأبطال الأفذاذ الذين يدودون عن قيادة هذا الوطن سواء في الجنوب أو في قلب المملكة أو في شمالها، نرفع لهم
أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحميهم ويحفظهم ونشكرهم ونبارك. يعني صراحة نشعر بالفخر والاعتزاز عندما يكون هؤلاء الأشاوس على مداخل المدن وعلى طرقات وعلى مفاصل المملكة خارطة المملكة الفسيحة الوسيعة بفضل الله سبحانه وتعالى يدودون ويحمون وشديدي الملاحظة. فمن الله سبحانه وتعالى على قبض هؤلاء المجرمين الذين باعوا ضمائرهم وباعوا دينهم وباعوا وطنهم من أجل إرضاء شرذمة قليلة لا يعرفون من هم ولا يدركون ماذا يصنعون. فالحمد لله نشكر رجال الأمن جميعا وأيضا نبارك هذا الحس الأمني الرائع العالي المستوى من رجال الأمن وإحباط هذه العملية التي كان الهدف الرئيسي منها ليس المكان التجمع المطعم وليس المسجد، ولأن هؤلاء الجماعة انتهكت جميع الحرمات حتى المسجد النبوي الذي يعني يتورع الإنسان أن يقول فيه كلمة سيئة أو يفكر أو يظن ظن سيء، فما بالك في من أراد أن يفجر ويقتل. هؤلاء يريدون ضرب الوطن في لحمته، ولكن نقول لهم بعد من الجمهور نقول لهم خسئتم، دون الوطن أرواحنا وأبنائنا وجنودنا يريدون عن حياضه. الوطن قوي، ونقول بهذه النقلة إذا سمحت لي النقلة النوعية في عملية تجنيد الغير سعوديين في هذا العمل، نقول لهم الوطن احتضنكم واحتضن أبنائكم واحتضن عوائلكم، ونحن لا منة ولا فضل لله الفضل منا، ولكن محبة وتقدير وأخوة في الوطن وأخوة في العقيدة. ولكن نقول لهم انتبهوا على أولادكم وحرصوا عليهم، اعرفوا مسالكهم ومخارجهم. ونقول لأبنائنا من الجاليات المختلفة أنتم ضيعتم الطريق كما ضيع بعض الآخرون، بدل ما تروحون تقاتلون عن بلادكم وتذودون عنها نقول لكم عليكم الحرص على هذا البلد الذي يعني حضنكم وحضن أوائلكم ومدكم بعد الله سبحانه وتعالى بالمال والرخاء والأمن، تعيشون برغد، وهذه القيادة الرشيدة التي فتحت أبوابها وقلوبها لكم. بينما الآخرون نرى آسف للأسف الكلمة، ولكن نقول بينما الآخرون نرى كيف صنعوا بكم، منكم من هجر حتى أكلتهم الحيتان في البحر، ومنكم من لم يجد أبواب الوعود الكاذبة على حدود تلك الدول حتى أصبحوا مشردين لا يعني إلا من رحم ربي وقلوبنا وتعاطفنا معه. نعم. دكتور نواف، لما نتكلم عن إفشال العديد من العمليات الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي، يعني هذا الإفشال وخضوع داعش الآن، ولما نشوف الآن مرحلة اليأس اللي وصل لها هذا التنظيم الإرهابي الشيطاني، يعني يقظة رجال الأمن موجودة ولله الحمد، ودائما وأبدا الحسرة لداعش. الآن موقف داعش بعد إحباط هذه العمليات اللي دائما وأبدا يقظة رجال الأمن الحمد لله رب العالمين وبعد توفيق رب العالمين موجودة وتحبطها، أنت وش تعليقك على هذه النقطة الآن؟ داعش سم نقول لهم يعني موتوا بغيركم، هذا الذي نقول لهم. المملكة دونها أبنائها لن تستطيعوا بحول الله وقوته أن تفتوا في عض هذا الوطن. نحن جميعنا أطيافا وشعوبا وقبائل ومناطق، كلنا نلتف حول هذا القيادة الرشيدة، هدفنا هو رضا الله سبحانه وتعالى. لحمتنا لن تستطيعوا أن تفتوا في عضدها ولن تفرقوها، نحن شعب واحد. داعش تحتضر كما احتضرت القاعدة قبلها، وإن شاء الله من فضل الله سبحانه وتعالى رأينا أن أبناءنا الآن يعني وجدوا شح في عملية تجنيد أبناءنا وشبابنا السعوديين. فالحمد لله يعني هذه قد كما يقولون في بعض المصائب نرى الخير، أن هناك الآن وجدنا أن شبابنا بدوا يعوا الدور المضلل المضل لداعش، عادوا إلى رشدهم، عادوا إلى علمائهم، عادوا إلى وطنهم وعرفوا أنهم لا يريدون بهم خير. جميل. ولا لوطنهم خير ولا لدينهم خير. الارتباط الخارجي لتنظيم داعش دكتور نواف، والدلالات الواضحة أنه فيه أذرع استخباراتية لبعض الدول في هذا التنظيم، أنت وش تعليقك على هذه النقطة؟ والله يا أخي وبكل أمانة، والله إن نرى كما نرى الشمس الظهيرة أن هناك استخبارات دولية خلف داعش. داعش هو الابن المدلل للإرهاب، داعش يتواجد حيث يتواجد الاقتصاد في تلك الدول، نجد في سوريا في أماكن البترول، وجدنا في العراق كذلك، ووجدنا أيضا في ليبيا الآن أنزل، ووجدنا أيضا في بعض الدول الأفريقية. يعني داعش سبحانه
سبحان الله. داعش يمشي على الارض ولا تستطيع اكثر من 1300 طلعه لتلك القوات ان ترى داعش ولا تحركاته، بينما تستطيع انت الان حتى من بيتك الان من جوجل تستطيع ان تحدد اي منطقه تريدها. فما بالك في مجموعه اشخاص يتحركون عددهم 1000 2000 20 يا اخي. من هجر من العراق اكثر من 6 مليون، استطعت ان تهجر 6 مليون من العراق وتهجر كذلك 3 مليون من سوريا، واستطعت ولا تستطيع على يعني على مجموعات قد تعد على يد الواحده. اذا نعم هناك استخبارات عالميه دوليه خلف داعش بدعم داعش، ولكن الحمد لله يعني الان راينا شباب الان يعوا هذا الدور المنافقين، بداوا الان يعودون لرشدهم، عرفوا الى دورستيم، عرفوا يعني ان هذه الهدف الاسلام، الهدف هي هذه الدوله التي هي قبله المسلمين. لذلك قادتنا وولاه امرنا وامننا ورجالنا ونسائنا الحمد لله الان الجميع متفق، الجميع متفق بفضل الله سبحانه وتعالى على حرب هذه الشرذمه والحفاظ على ديننا ووطننا ولحمه هذا الوطن. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم، شكرا جزيلا ويعطيك العافية على المشاركة معنا اليوم. طبعا مشاهدينا فعلا ما أحد يعرف، لولا قدر الله صار بعض من هذه العمليات الإرهابية، ولولا الله ثم يقظت رجال الأمن، يعني كان في حجم كبير وكارثي لمثل هذه العمليات. أنا أوجه تحية وتحية شكر وتقدير لوزير الداخلية ولكل رجال وزارة الداخلية ولكل رجال أمن هذا البلد الغالي. انتهت فقرة أخبار المناطق مشاهدينا. المنصات الإلكترونية والتسويق الإلكتروني ودور هيئة السياحة والتراث الوطني في هذه المنصات ولماذا أنشئت، على طاولة استوديو الإخبارية اليوم نحاور ضيوفي الكرام لنعرف أكثر عن هذا الموضوع، ولكن بعد التقرير. مع بداية الإجازة الصيفية قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتحديث منصاتها التسويقية بالمعلومات والعروض الترويجية للسياحة الداخلية وتعريف المواطنين والزائرين بالأنشطة التي تقام في مختلف مناطق المملكة. وأهم تلك المنصات موقع السياحة السعودية على شبكة الإنترنت الذي يساعد الزائرة على تنظيم رحلاته عبر المدن السياحية والوصول إلى أهم معالمها والفعاليات المقامة بها وتنسيق جولات تراثية مع مرشدين سياحيين. ومن المنصات أيضا مركز الاتصال السياحي، ويعمل على تقديم الإرشادات السياحية للمتصلين واستقبال ملاحظاتهم وبلاغاتهم حول خدمات الإيواء، بالإضافة إلى مئات الأجهزة للاستعلام السياحي موزعة على المطارات والفنادق ومجلة ترحال ورزمانة الفعاليات السياحية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما ذكرت مشاهدينا الأعزاء وطبعا كما فصل كذلك التقرير وشرح بعض من النقاط اللي راح نتكلم عنها بتفصيل أكثر مع ضيوفي هنا في استوديو الإخبارية الأستاذ صالح العبد الهادي مدير التسويق الإلكتروني في هيئة السياحة والتراث الوطني. حياك الله أستاذ صالح. شكرا لك. الله يعافيك. الله يبارك. وكذلك طبعا الأستاذ محمد المعجر رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية. حياك الله أستاذ محمد. هلا والله، مرحبتين. يا هلا وسهلا. بداية أستاذ صالح، أبيك تجاوبنا على هذا السؤال العام، وش المنصات الإلكترونية؟ هذا شيء جديد علينا نبغى نتعرف عليه. في الحقيقة يا طويل العمر أنا يعني تخبر أنت في السنوات الأخيرة صار في تطور تقني كثير في عملية التواصل بالعملاء من خلال الإنترنت، وظهرت الحاجة إلى توفير مجموعة من المنصات توفر المعلومات للسائح أنه يتخذ بناء عليها بعض القرارات. جميل. فمن كذا بدأت الحاجة إلى عمل مواقع إلكترونية ومواكبة الوسائل الأخرى الإلكترونية برضو مثل السوشيال ميديا، مثل مواقع الموبايل، التسويق بالموبايل. فهذه هي المنصات الإلكترونية الرئيسية. جميل. أستاذ محمد، وش راح تقدم هذه المنصات الإلكترونية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة المنصات الإلكترونية الآن في الوقت الحالي بالنسبة للسياحة أو بالنسبة للسائح تعتبر عنصر رئيسي لتسهيل خدمة السياحة. جميل. سابقا كان يعني ينظر إلى بعض البرشورات وبعض الوسائل الإعلامية المختلفة اللي هي تقريبا صعب حتى الحصول عليها. الآن في متناول يده فقط رصد زر فيستطيع أن يعرف وين المواقع الموجودة اللي يرغبها سواء مثلاً فنادق أو مكان إيواء سياحي أو مكان حتى جد سياحي من متاحف ومدن ترفيهية وخلافة، حتى أيضاً تأجير السيارات حتى الطائرات وأستاج الطائرة أو بسوي له باكيج. الآن صار يقدر تسوق في منزله، يعني ما يحتاج أن يروح مثلاً مواقع لمكاتب السفر والسياحة أو أن يتعب أكثر. فمنصات السياحة الحقيقة هذه مهمة، المنصة الإلكترونية هي مهمة جدا جدا للسياحة، ونأمل الحقيقة أنها تتوسع أكثر، نأمل السائح السعودي يعني يستخدمها أكثر، ونأمل أيضا صاحب المنشأة السياحية أن يستفيد منها. أنا مثلا أعطيك مثال بسيط، في أبها مثلا ولا في الباحة ولا مثلا في الدمام ولا حتى في الرياض أو جدة، لو في سائح سعودي يبغى يروح يبحث عن فندق تلقى عدد الفنادق الموجودة في المنصات هذه الإلكترونية عددها قليل مقارنة بالعدد الإجمالي الموجود سواء كانت رسميه او غير رسميه، يعني عندي تراخيص وغير تراخيص. فبالتالي بعض الحين يتعب لو وصل مثل المدينه وسواء بالسياره او جاب الطائره، فالبحث يكون مزعج. لكن كلها لان غالبا الموجود في منصات الكترونيه الغالب عليها في اوقات المواسم انها تكون شبه فل، لكن هناك فيه مواقع اخرى ما فيها ازدحام او بعيده نوعا ما عن المنطقه او زي كذا، لكن هي موجوده في المنصات الالكترونيه. جميل. حتى في اسعارها بدها تكون اسعارها يعني اقل وارخص. فانا الحقيقه اتمنى من اصحاب المنشات مهما كان نوع منشاته، يعني ده 5 نجوم 4 نجوم نجمه واحده اقل مرخص غير مرخص، استخدمها حتى تكون يستخدمها بقوه. يعني اتمنى الحقيقه، واتمنى الحقيقه من الزملاء حتى من الاخوان في هيئه السياحه انهم يشجعون المستثمرين منشآت صغيرة اللي يخشون خاصة شباب الأعمال في هالنوع. نعم. هم الحقيقة ما قصرون، هم ما قصرون بالذات على الأقل مثلا نقول اللي يعني البيانات يعني العناوين والبيانات زي كذا. جميل. ميزة أيضا وهذه مزايا الهامة في المنصة الإلكترونية، أنا كسائح أستطيع أن أطلع على أي شيء داخل المنشأة إذا هو مزودها، إذا هو مزود يعني مزود الخدمة موجودة فيه. أول لا بس تشوف صورة فقط ولا مثلا كتابة ولا عاد غرف كذا صار قيمة كذا عندنا خدمات كذا، الآن لا تستطيع أنك زي فيرتشوال رياليتي، يعني كانت تدخل في عالم افتراضي أنك تشوف المكان وأنت ما دخلت. نعم. وأنت ما خشيته، فبالتالي تقيمه هل أروح له أو ما أروح له. جميل. يعني هذه تقريبا اختصار شديد يعني. جميل. أستاذ صالح، في موضوع تشجيع شباب الأعمال وتشجيع الفنادق وما إلى ذلك، يعني تشجيع جميع المنشآت السياحية للدخول للمنصات التسويقية عندكم والمنصات الإلكترونية اللي عندكم، أنت وش تعليقك على هذه النقطة؟ في الحقيقة أول شيء بس كنت بوضح أنه إحنا شأن مجموعة من المنصات، طبعا هي عبارة عن مجموعة من البذرات، وكان أمامنا عائق توفير المعلومة، توفير الأدوات، الأدوات اللي تساعد في التخطيط المسبق للرحلة، وتوفير النصح والإرشاد، لأنه هذا النصح شيء مهم يعني في الموضوع. حلو. فهذا المحتوى توفيره وتهيئته باللغة اللي يفهمها السائح وأنه تكون قريبة منه بالوسيلة اللي يرغبها ما جات فجأة كذا، يعني مرت بمراحل. والحقيقة الهيئة يعني أطلقت عديد من المبادرات في هذا المجال، لأنه هو يعني من أهم المجالات تحفيز القرار السياحي. جميل. بدأت بإنشاء مركز الاتصال السياحي. حلو. هذا راح نجي. هذا تيلي ماركتينج يعني اطلقته من عام 2002 وبدت تشجع. وقتها اول انطلاقه كانت للتشجيع كان في المركز فريقين، فريق مختص بالتسويق وفريق مختص بخدمات العملاء. فريق التسويق يتواصل مع رجال الاعمال والشركات ويجمع منهم العروض والفعاليات حقتهم ويحاول انه يكون ضمن داتابيس حقت المركز ويحاول يحدث معاهم المعلومات العروض والفعاليات هذه بشكل مستمر خصوصا قبل الموسم. حلو. هذا مركز الاتصال السياحي. نعم. جميل. فمن هنا يمكن كانت الانطلاقات في البداية من عام 2002 في نهاية عام 2002. بعد كذا بدأ طبعا تغير التقني يعني ونستحدث الوسائل الأخرى.
خلينا نمسك الاتصال السياحي شوي استاذ صالح، انت ذكرت انه من 2012 موجود صح؟ نعم 2002 2002 جميل، يعني بدايات الهيئه. نعم صحيح جميل، يعني من اول منتجات السياحه. نعم من اول منتجات، من اول منتجات. وش تقييمك له استاذ محمد دامي؟ والله انا اعتقد انه كان جدا ناجح، لكن نقص حاجتين. الحاجه الاولى تزويد المشاة بالمعلومه، يعني كانوا يتعبون في هيئه السياحه، يتعبون عشان الحصول على الداتا. هذه واحد، وهذه مهمه جدا. الشيء الثاني لو انه يعني هم يعني يعلن عنه كثير، لكن لو وسائل مثلا في التلفزيون وسائل انه تستخدمه، يعني مو بكل السواح يعرفون عن كم الرقم هو؟ على مركز الاتصال الاجتماعي طبعا. هو فري مجانا، هو في هو الاتصال في مجاني، الرقم هو 1-9988 1-9988. نعم، وطبعا المركز يعمل على مدار ال 24 ساعة. برضو من خدماته انه يستقبل اقتراحات السياح، الشكاوي، ويتعاطى معها ويتعامل معها ويحولها لفروع الهيئه بالمناطق لمعالجتها بشكل سريع ومحاوله. انه المركز حقيقه يعني هذا كان من اول مبادرات الهيئه اللي انطلقت في هذا المجال، وكان من خلاله يتم تحفيز يعني القطاع الخاص من المنتجين للخدمات السياحية أنه يكونوا متواجدين معنا بالعروض والفعاليات. استمرت طبعا المبادرات هذه، طلع برضو بعدها مراكز المعلومات الإلكترونية، هو عبارة عن دليل سياحي إلكتروني. حلو. هذا الدليل يعني بينحط في الأماكن اللي متواجدين فيها الزوار السياح، آسف السياح، في المطارات، في مراكز التسوق، في المتاحف. حلو. في الأماكن الجماهيرية مثل الفعاليات الكبرى، أسواق تجارية. أنا قد شفت واحد في السوق. نعم، فبرضه يعرض لك، يكون فيه العروض والعروض والفعاليات والأنشطة السياحية المتواجدة في المنطقة والمناطق الأخرى، يسمح لك بمشاركتها من خلال البلوتوث، وتصلك فيها SMS. نفس الشيء مركز الاتصال يزودك SMS، يعني كانت في وقتها هذيك الايام كان اسهل شيء انك تتصل بالمركز ويرسل لك المعلومه بالSMS. حلو. هو كان الرقم الاتصال السياحي ومركز الاتصال السياحي 1-9988. نعم صحيح. بس لو تحطوا لي على الشاشه الله يسلمكم. 1-9988. طيب استاذ صالح، الان لما نجي نتكلم عن الان النسخه المطوره، قد تكون انا اسمح لي اسميها كذا، النسخه المطوره من المركز الاتصال السياحي تحولت الى المنصات الالكترونيه هذه او المنصه الالكترونيه هذه المقدمه منكم، ولا ما نقدر نسميها كذا؟ انا صح يعني هو كلامك صحيح، بس انا اوضح انه هو مركز الاتصال هو واحد من الوسائل وما زال مستمر لحد الان. كان في وقتها لما انطلق كان هو يعني يعتبر حتى عالميا يعني كانت يعني من افضل وسائل. جميل. طلعت وسائل جديده، طلعت مواقع الانترنت، طلعت تطبيقات الجوال، طلعت السوشيال ميديا، طلعت الاعلانات الاونلاين، يعني بدا استخدامها بكثره. حلو. فالهيئه واكبت هذه كلها بمشاريع متقدمه. بعد مراكز المعلومات، يعني كانت انطلاقه مراكز المعلومات تقريبا في 2005، بعد كذا اطلقنا موقع الكتروني متخصص بالسائح، يعني خاص بالسائح، يوفر معلومات للسائح وفي مجموعه من الادوات التخطيط المسبق. جميل. موقع متى اسمه أطلق؟ بداية يعني كانت نهاية 2004 بداية 2005. حلو. وش اسم الموقع؟ سعودي توريزم .ca. حلو. حتى لو تبحث عنه في محركات البحث حيطلع بسرعة، السياحة السعودية تلاقي من أول موقع يطلع لك. حلو. الموقع هذا صراحة كان هو يعني أكثر شيء كانوا الناس مترقبينه. يوفر معلومات، موفر محتوى متكامل، يعني صورة، أفلام، نصائح، إرشادات، أدوات تخطيط مسبق. طبعا مع الوقت طورنا فيه، يعني مشينا مع التقنية لين وصل بالمرحلة هذه والنضج هذا. يتوفر فيه محرك بحث للحجوزات، ويطلع لك مقارنة بالأسعار بحيث أنك أنت تختار أقل سعر. طورنا فيه محرك بحث خاص بالطيران ويعطيك خيارات أخرى، يعني فيه برضو تأجير سيارات، هذه من الخدمات يعني اللي يحتاجها السائح، يحتاج معلومة فيها. برضو فيه معلومات عن الوجهات السياحية، العروض حقت شركاء من القطاع الخاص، ما زلنا متواصلين معاهم. الحين المرحلة الحالية أنه صار يعني زي ما تقول كيف تحويله إلكترونيا، لأنه يصير نفس المنظم يدخل يضيف العرض حقه ويبدأ يعتمد ويشيك وكذا. حلو. فهذا بالنسبة لمنصة السياحة السعودية. أطلقت كمان مبادرات أخرى في نفس الوقت الهيئة، رزنامة الفعاليات السياحية، طبعا هي تعتبر أول رزنامة وحد الآن هي تعتبر الأقوى، رزنامة الفعاليات السياحية. جميل. حاليا في بين المواقع المتخصصة. هذه بتجمع لك كل الفعاليات في على مستوى المناطق. آسف.
فيها طويل العمر برضو تسجيل، يعني صاحب الفعالية يسجل نفسه، ينزل معلوماته ويضيف كل التفاصيل بموقع الفعالية. حلو. أوقات حلو. الحضور بكل التفاصيل، يعني صارت عملية تفاعلية أكثر. بالضبط صار. حلو. يعني هو طبعا تعرف هو أهم شيء أمام السائح يحتاج إلى معلومة، يحتاج إلى أدوات تساعد على تخطيط الرحلة والنصائح، يعني كثير ما تأثر النصيحة في القرار، يعني كثير جدا يعني. جميل. فهذه كلها صارت متاحة أونلاين يعني. حلو. إيش رأيك أستاذ محمد؟ والله بالعكس، أنا أعتقد أن الهيئة السياحة في هذا المضمار وهذا الاتجاه يعني خطط خطوات جيدة، قد يمكن أفضل حتى من دول أخرى يعني. نعم. ولكن التجاوب من الناس، يعني أعتقد أن يعني معرفة الناس به وتجاوب الناس معه أقل بكثير مما ينبغي يعني. يعني مثلا ما عملت في المطارات وفي بعض المواقع اللي فيها تجمهرات وفيها تجمعات الإلكترونية، تسوي تاتش سكرينز وتختار المواقع هنا. طبعا المشكلة أحيانا تقابل السائح أنها قد تكون معلومات أقل، يعني اللي هو التغذية الراجعة أحيانا تكون أقل. وأيضا يعني دائما السياحة المعلومة، يعني المعلومة بشكل عام تعتمد على عنصرين رئيسيين. إذا فقد عنصر منها يكون مزعج شوي. أول شيء المعلومة تكون كاملة ولا تكون ناقصة، يعني مثلا ما تكون مثلا يعني مثلا أبغى الفنادق في أبها أو مثلا شقة مفروشة، فيكون عندي أقصى ممكن أكبر عدد ممكن، ما يجي 6 7 8 10، لا أبغى مثلا أكبر عدد ممكن. الشيء الآخر أبغى تكون هذه معلومة كاملة، أبغى ما تكون بعدين تكون ناقصة، يصير معلومة يعني والله يعطيني مثلا معلومة خطأ أو عنوان قديم أو أنت أو زي كذا، فينزعج مثلا اللي هو السائح. جميل. ولكن انا اعتقد ان هيئه السياحه في هذا المضمار لها يعني السبق وجيد، ولكن المطلوب الان لمشكله المنصات الالكترونيه المتابعه الشديده، لازم تتابع كل ساعه، تتابع مو بعمليه، مو زي دليل سياحي تطبعه وبعد 24 6 شهور تسوي، لا شبه يومي متابعته. صحيح. والتغير فيه. وهل هذه موجوده؟ نعم حقيقه. يعني احب اوضح اول شيء انه تعرف برضو في الأربع سنوات الأخيرة صارت التطور سريع جدا، يعني يا تكون يا ما أكون ما فيها يعني في صح. فطورنا تطبيق الجوال بحكم أنه السعوديين يعني أكثر استخدام للتطبيق، يعني في الآن تطبيق في الجوال، في تطبيق وحقيقة تطبيق سياحة سعودية، سياحة سعودية التطبيق. هذا برضو طورنا فيه، ربطنا بالموقع ووفرنا فيه نفس المميزات بالإضافة إلى تقديم خدمات الشكوى، تصور يعني تشوف شكوى شيء. هذه والله أنا أقول لك حاجة، هذه معلومات قد تكون جديدة علي. اسم التطبيق السياحة السعودية، تطبيق متاح على الأندرويد وعلى في الأب ستور أو كذا. أبدا. جميل. طبعا هو طالع بنسختين iOS وأندرويد. جميل. نسخة البحث. نعم. وبرضه موجود في الرابط يعني في الموقع، وما تدخل هو من ضمن في الصفحة الرئيسية موجود الرابط. صار في شكوى على أسعار معينة، على خدمة، أي شيء. على جميل. احنا يعني زي ما تقول يعني هذا كان واحد من التطبيقات الهيئة اللي صراحة فعلا خدمت كثير يعني. متى سويت التطبيق صصانة؟ والله أطلق طبعا في 2013، أطلق في منتصف تقريبا 2013. وبحمد الله يعني في 2014 حصل على أفضل تطبيق عربي. جميل. في قطاع جميل. السياحة للمنظمات الحكومية أخذ جائزة مؤتمر القمة. جميل. للحكومة في دبي. والحمد لله يعني كان هذا الترشيح من قبل. هذا كان سهل جدا. نعم. استخدامه سهل. نعم. حلو. يعني مو معقد أو شيء أو كذا. حتى كان الترشيح مو من قبل الهيئة يعني لدخول في المسابقة أو كذا، كان من جهات أخرى، ويعني الحمد لله يعني. حلو. كان نتاجه جيد يعني. جميل. الكاتب الصحفي أحمد سليس، حياك الله أخوي أحمد. هلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذي أحمد. إحنا قاعدين نتكلم الآن يعني وصلنا إلى التطبيق الذكي اللي موجود من هيئة السياحة والتراث الوطني، كذلك مركز الاتصال السياحي اللي هو 199-88. أنت وش تعليقك على أو ما مدى رضاك أنت الآن ككاتب صحفي أو كمواطن سعودي على هذا التطبيق أو على مركز الاتصال السياحي؟ معك التطبيق. والله أنا يعني أولاً أمسي عليك وعلى ضيوف الكرام وعلى المشاهدين. حقيقة أنا يمكن تكون عندي الصورة الذهنية اللي موجودة عند أغلب السعوديين إنه يعني سياحتنا الداخلية الصورة الذهنية حولها للأسف يعني مهي بالمستوى المأمول. لكن أنا كمعد صفحة يمكن أسبوعية عن السياحة، فأحيانا البحث في المواقع الإلكترونية ممكن تجد أن السياحة الداخلية متأخرة كثير يعني ممكن موقع الهيئة الأغلب فيه يعني أرشف أكثر مما هو يعني يروج للسياحة الداخلية ويقدم يعني جذب أو تحفيز إنه الناس تدي تتسوح بالبلد أو كذا. جميل. أنا أتمنى يعني لو أن كان فيه جائزة يعني عن
عن المواقع الإلكترونية المحفزة والجاذبة للسياحة الداخلية، زائد أنه يكون فيه يعني متاح للأسر السعودية إذا تسوحت في البلد أنها يعني يكون عندها قدرة على رفع الصور الجميلة اللي يصورونها والمعلومات اللطيفة اللي أنا يعني شدني لما قال في التطبيق أنه يعني يكون فيه شكاوي. يعني للأسف أنه الهيئة حتى الهيئة يعني أصبحوا أنهم يرون الموضوع تصلهم الشكوى أكثر من انهم يكون عندهم اشاده في ذا الموضوع. لا بس ترى هو شيء جميل برضو استاذ احمد انه تكون في عمليه الشكاوى هذه. اتفق معك. انا لا مشكله لدي، لكن لما تاتي على التسويق الالكتروني، التسويق الالكتروني لا زالت الهيئه متاخره في ذا الموضوع ابدا. يعني تجد انه الاغلب يبحثون عن يعني ما يستجد عن الخارج او حتى المواقع الموجوده، يعني تسعى انها يعني تصل لمعلومات خارجيه او كذا عن سياحه يعني خارجية. وأنا أحيانا لا ألومهم في موضوع أنه لا زال البلد في ذا الموضوع يعني يحتاج الكثير والكثير، لكن أتمنى لو كان فيه تحفيز للأسر السعودية اللي تتسوح أنها تقدم المعلومة اللي تحصل عليها. أيضا الهيئة لا يكون دورها دور أنه أرشفة وحفظ بقدر ما هو يعني تقدم تسويق جذب للناس. يعني على الأقل تكون في منصة خاصة بالتسويق الإلكتروني تحديدا، يعني لا ولا تكون تحت مظلة موقع الهيئة العام اللي هو أحيانا يحتحكم إجراءات حكومية معينة. يعني حلو. أتمنى لو كان في جائزة أيضا في موضوع أن تحفيز الناس المتخصصين سواء يتفقوا مع برنامج يسر أو أي جهة حكومية لها علاقة في الموضوع. حلو. تحفز الناس على أنه تطلق أكثر موضوع إلكتروني يتعلق بالجذب السياحي تحديدا، يعني تقدم الصورة الجميلة عن المواقع المهمة في البلد. حلو. استاذ صالح، استاذ احمد الان، طبعا استاذ احمد خلك معنا على الخط. انت ذكرت انه التسويق الالكتروني شويه ضعيف في الهيئه السياحه والتراث الوطني، عندنا عاد مدير التسويق الان في الاستديو، ابغاك ترد لي على هذا. حقيقه بس حبيت اوضح بعض النقاط يمكن ما كانت وضحت للاستاذ احمد. اول شيء احنا كقنوات تسويق الكتروني اتكلم عن موقع السياحه السعوديه، هو موقع مختص بالزائر غير الموقع الرسمي حق الهيئه. يعني مستقل، موقع مستقل خاص بالزائر، يعرض المنتجات السياحية، يعرض الوجهات السياحية، الخدمات السياحية، وموفر فيه الأدوات. جميل. أيضا حتى يعني لما قلت لك أنه في عندنا مبادرات عديدة في المجال، أطلقت مبادرة اسمها مكتبة الصور والأفلام السياحية، هذا كان الهدف الرئيسي منها أنه تحفيز الشباب السعودي يعملون صور ويدخلون بمسابقات ويعملون محتوى ثري بالصور والفيديو لتسويق السياحة السعودية. وأطلقت هذه المكتبة وصارت، أول كنت يعني قبل إطلاق المكتبة كان من الصعب أنك تلاقي صورة عن أي معلم سياحي الآن موجودة. أي يعني للهيئة أو للمنتجين أو يعني القطاع الخاص كان صعب المشاهد. نعم. فهذه المبادرة كانت طيب. كانت تغطي كذا. سم استاذ احمد دقيقه لو اسمح لي استاذ صالح، بالنسبه انا اتمنى انه الموضوع ما يكون مختص فيهم هم الهيئه، انهم هم يعني يقدمون الصوره كما يشاؤون وهذا حقهم، لكن انا اتمنى على انه الهيئه يعني تحفز الناس او تحفز الاشخاص الناشطين في ذا الموضوع من رواد التواصل او تحديدا الناس المهتمين في التقنيه، بما نحكي عن الشيء الالكتروني. يعني انا اتمنى لو ان فيه يعني والهيئة يعني بارعة في موضوع الجوائز وتحديدا الأمير سلطان يعني رجل يعني مهتم في ذا في 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 هالأمور، يكون فيه عملية دفع للناس المتخصصين في هذا الجانب أنهم يحرصون على أكثر مما أقرأ الطرابزون مثلا أو أقرأ لأي بلد أوروبي، أني أقرأ سياحة مثل ما يحدث في أبها، في الباحة، في السياحة البحرية الموجودة مثلا في أملج أو في 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 المناطق هذه. لكن أني يعني أنتظر الموضوع فقط عملية أني أهتم بالزائر كأوصل له معلومة أنه والله هذا المكان فلاني وهذا المكان فلاني. أنا حتى على المستوى أني كصحفي لم تردني يعني مادة صحفية تسويقية، أتكلم تسويقية. جميل. يعني يا من يكون افتتاح موضوع معين او مدري رعايه ورشه معينه، وهذه غير يعني ما اعتقد انها يعني مطلوبه من الهيئه، وهي الجهه المخول عليها انها تقدم صوره تقود للجذب السياحي في البلد تحديدا، يعني ترغب الناس انهم يجون يسوحون. طيب شكرا استاذ احمد ويعطيك العافيه. استاذ صالح على رجال ردك على اللي قال استاذ احمد. والله اول شيء انا ودي ادعو انه يجي يزورنا بالهيئه، وعندنا محتوى جيد ومحتوى تسويقي متقدم، يعني يحتوي على معلومات، يحتوي على النصائح، يحتوي على أفلام، يحتوي على صور، وهذا متاح أنه يستخدمونه أيضا
شركاء من القطاع الخاص كفنادق وكذا. جميل. فهو محتوى متوفر. حلو. ويمكن يعني أدعوه، يعني استغل الفرصة إني أدعوه إنه يجي، ممكن إنه نزود بمحتوى أو يتواصل معي، مو ضروري يعني. جميل. هو دائما ترى النقد هو الغرض من النقد. لا لا ما فيه. إحنا عندنا استفتاء في تويتر، أنا أبغى الأستاذ محمد هو اللي يعلق عليه. الاستفتاء كان: ما هو رأيك في التسويق الإلكتروني السياحي والخدمات المقدمة؟ الخيارات كانت ثلاثة: ممتاز، جيد، وضعيف. خلونا نشوفها على الشاشة يا شباب. طبعا ممتاز 10%، جيد 22%، ضعيف 68%. أستاذ محمد تعليقك موجود هو على الشاشة الآن. ضعيف 10 ممتاز. إيه، وهذا يؤكد حقا مثل ما قلت تفضل الأستاذ أحمد، ويؤكد على الكلام أول ما بديت الآن في الكلام، أن الهيئة ما سوقت التسويق هذا، لأن عندها عندها منتج جيد. هذه بأمانة نقطة جميلة جدا. أيه، ولكن هو انتم هو منصة تسويق الكتروني لكن ما يعني سوقته. إيه، ما يعني لا استطيع ان ادعي مثل استاذ احمد للموقع، الموقع قصدي الفعلي، قلت على هيئة السياحة وشوف، لا، لكن الموقع هذا يجب انه يكون يعني سهل معرفته عند الناس. فانا اعتقد الهيئة في هذا الجانب يعني ناقص القصور فيه جدا. يعني لو كان في تسويق قوي استاذ محمد، الممتاز قد تتغير الى 68% مثلا. اتمنى اعطيهم كذا راي كذا سريع. اتمنى لو صار في زي ما تقول زي ستيكر يعني، ويحط في كل الفنادق اللي موجوده اللي مرخصه من 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 الهيئه، وفيها يعني ترى هذا الابلكيشن او التطبيق هذا يسهل لك العمليه. خاصه مثلا الهيئه يعني لها علاقه او لها يد على الفنادق او شيء مفروشه اللي مرخصه منهم، فكل ستيكر موجود بالباركود يحط. نعم، فبشوي شوي يبدا يتشير. استاذ صالح قاعد يفكر وينك من زمان. احنا حقيقه يعني نفذنا بعض الصالح زي ما تفضل فكرة الاستيكر هذه، طبقناها مثلا في مركز الاتصال السياحي. احنا طبعا نعمل حملات تسويقية، نعمل حملات تسويقية على الانترنت، نعمل كذا، بس تظل عندك ميزانيات محدودة. غير كذا كان في مرحلة بوضحها وهي مرحلة مهمة، انه تطوير هالأدوات وتطوير المحتوى هذا ياخذ وقت. نعم. يعني مو يعني طلع بين يوم وليلة. ممكن احنا نحتاج مضاعفة النشاط التسويقي لتسويق هذه الأدوات، ما في شك. بس حبيت على عجالة اعطي بعض المؤشرات. مثلا السياحة السعودية والتطبيق، بما انهم هم الاكثر استخداما حاليا، تطبيق اخذ جائزة واخذ يعني حقه من هذا، يحتاج له تسويق، مزيد من التسويق. السوشيال ميديا عندنا تويتر، حساب سياحة سعودية في تويتر متقدم جدا، حتى مقارنته بالدول المتقدمة قبلنا بالسياحة. جميل. عندها تسويق قوي، احنا اقوى منها. كذلك في الفيسبوك ممكن الرجوع لها، بس لو التركيز فقط على الابلكيشن. نعم. انه يصل للناس، ركز على الابلكيشن. نعم. يوجد عندك هنا الابلكيشن. اخر اضافه كنت بقولها، انه في مبادره الحين جديده، انه طرح 16 موقع الكتروني خاص بكل منطقه، موقع برضو توفر فيه المعلومات والخدمات، ويعرض فيه محتوى تسويقي. جميل. على المنطقة. اشكرك استاذ صالح، شكر جزيل. شكرا. وكذلك الشكر موصول لك استاذ محمد، يعطيك العافيه. وفعلا النصيحه هذه جميله، لو استخدمتوها بالباركود الواحد من الجوال عليها خلاص على طول يعمل داونلود اوتوماتيك. يعطيك العافيه وشكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا، صوت المواطن اليوم انا حقيقه متحمس لها شخصيا كثير. معنا طبعا الطفل الموهوب الاعلامي سلطان الشهري، وهو قد يكون اصغر اعلامي سعودي عامل في مجال الصحافة والإعلام. طبعا ما شاء الله تبارك الله أكيد. وكذلك معنا من أبها راح يكون المبدع عبد المحسن التركي، كذلك عمره 14 سنة ولديه العديد والعديد من المشاركات الإعلامية. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نرحب بإعلاميين المستقبل. يعتبر سلطان الشهري من أصغر إعلامي المملكة، فهذا الطفل الموهوب قدم العديد من الكتابات والتغطيات الصحفية، مما جعله منافسا قويا في عالم الصحافة والإعلام، مما قدم دليلا واضحا على أن المواهب في المملكة العربية السعودية متوفرة بكثرة في جميع المجالات، حيث تميز سلطان بنجاحه الذي أبهر الكثير من الناس المتابعين للإعلام. ويأتي أيضا شاب إعلامي في بداية عمره وهو عبد المحسن، الذي أثبت للمتابعين أن النجاح يأتي بالإصرار والتحدي، وهذا ما قام به من خلال عمله الإعلامي المميز رغم صغر عمره في هذا المجال. سلطان وعبد المحسن حضروا بقوة، مما يؤكد أن مستقبلهم الإعلامي سيكون مشرقا بإذن الله.
طبعا مشاهدينا عندي في الاستديو سلطان الشهري الكاتب الصحفي والإعلامي القدير وأصغر إعلامي قد يكون في السعودية. حياك الله سلطان. الله يحييك. أمسيك بخير. مساك الله بالنور. كيف الحال؟ طيب؟ الحمد لله. ومعي طبعا من أبها عبد المحسن آل تركي كذلك أحد أصغر إعلاميين السعودية. حياك الله عبد المحسن. سعد الله مساك أستاذ عزام وأتشرف بتواجدي معك في هذا المساء. يا هلا وسهلا سلطان حبيبي. كيف في البداية حبيت الإعلام؟ وش اللي خلاك تحب الإعلام؟ اولا انا كنت بشارك في بالجنادرية بركن عسير فكنت بشارك معه في العرضة. حلو. فكان في اعلام اسمه حسن آل معافي، كنت يعني انا كنت اغطي يعني تغطية، يعني ما كنت قبلها اعلامي، بس كنت في اعلامي في انماء الالكترونية. بعدها شافني اني اقدر انا ادخل صحيفتهم. حلو. فقال اني اقدر يعني ادخل فدخلت معهم. الآن أنت في الصحيفة موجود؟ إيه نعم. جميل جميل. ولك كتابات في الصحيفة؟ إيه. تغطيات؟ وش آخر تغطية سويتها؟ قد كتبت تقارير عن فعاليات. حلو. التغطية اليوم. مم. قبل شوي كنت مغطي في مدينة الأمير سلطان. أوه قبل شوي؟ إيه نعم. أجل أشغلناك. ها؟ عادي. طيب أسلم، وسويت التغطية اليوم؟ إيه نعم. حلو حلو. وش كانت التغطية عنها؟ كانت عن ذول ببتورين. جميل جميل. وسويتها وكان معك مصور ولا انت اللي صورت؟ انا اللي صورت. جميل، يعني مصور ومراسل صحفي. إيه. ما شاء الله عليك. طيب عبد المحسن، عمرك 14 ولا لا؟ إيه نعم صح. كيف بديت الاعلام؟ من عده مقالات، يعني من انت كاتب رياضي ولا لا؟ إيه نعم كاتب رياضي. قريت لك انا كم مقال ترى على فكره. أتشرف. الله يسعدك، الشرف لي. طيب من اللي خلاك تحب الإعلام؟ وش اللي خلاك تحب الإعلام؟ لا هو بصراحة وصول وجهة النظر للمستمع أو للمشاهد بطريقة رائعة جدا. الإعلام يعني بدأ معاي بطريقة يعني ما أقدر كيف أوصفها لك، الله يحفظك أستاذ عزام، يعني وممكن أنك أنت سبق أنك مريت بهذه المرحلة. عن طريق المفاجأة. اي نعم صح. طيب من هو قدوتك في الاعلام؟ خلينا نسمع. ها انت صحفي الان، من قدوتك في الصحافه؟ هم اثنين بصراحه، ولا انت من ضمنهم طبعا. الله يسعدك، الله يسعدك يا حبيبي، فخور. بلا مجامله. من هو الثاني؟ خلنا غار منه شوي. لا خلي اسمه مغطى. طيب اوكي، انا يشرفني ان اكون واحد منهم، ويشرفني ان اكون مثال وقدوه، وبالعكس انا افتخر فيك يعني اكثر مما انت تفتخر فيني، تاكد. سلطان لبيه. الحين لما نجي نتكلم على النشاطات وال طبعا انت اكيد جاك دعم. هنا في احد دعمك قال هذا الرجل لازم يصير اعلامي؟ من اللي دعمك؟ في كثير، مثل من ضمنهم والدتي. الله يخليك. دعمني الامراء مثل الامير سلطان بن سلمان، امير منطقه الرياض فيصل بن بندر. جميل. في امراء واميرات كمان. جميل حلو. والحين صار في اكيد في معجبين ومعجبات ولا لا؟ أكيد. أكيد الشغل الإعلامي بالنسبة لك لا أوسم مني ما شاء الله. طيب عبد المحسن، وش اللي خلاك تحب المجال الرياضي وتكتب في المجال الرياضي؟ الميول الرياضية. طب تفكر في يوم من الأيام أنك أنت تكون محرر أخبار ولا محرر أخبار سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية، أي نوع من أنواع الأخبار غير الأخبار والتغطيات الرياضية؟ نعم نعم أتشرف، لأن ما في شيء يجي على طول، يعني لازم لابد من التدرج. جميل جميل. سلطان أنت وش تحب تغطي؟ وش أفضل التغطيات عندك، الأحداث اللي تحبها؟ في كثير يعني. تحب شكلك تحب التغطيات الاجتماعية. إيه يعني مثل يعني حبيت أغطي عن برامج فعاليات عن ذوي الإعاقة. جميل. زي كذا يعني. وش بعد سويت غير التغطية حقت اليوم؟ وش كانت آخر تغطية لك؟ أمس في برضو أمس اي معرض حكاية مسك. كنت موجود في المعرض؟ اي نعم. وبرضو قدمتهم تغطية إعلامية؟ اي نعم. وقبلها وش سويت؟ قبلها بعد حكاية مسك بعد. جميل جميل. أجل متواجد معهم. اي نعم. تطلع من هنا تروح لهم؟ اي إن شاء الله. يلا طيب مالك في الكتابات الرياضية؟ عبد المحسن يقول الميول خلاني أدخل في الكتابات الرياضية، أنت وش تعليقك؟ لا أنا ما الرياضة. أنت رجل اجتماعي. إيه. جميل حلو. طيب عبد المحسن انت الان
عمرك 14، العمر إن شاء الله بإذن الله الله يكتب لك طولة العمر، العمر لسه قدامك سنين وسنين. وش مستقبلك؟ وش الطموحات اللي في بالك؟ كيف تقرأ مستقبل عبد المحسن آل تركي؟ طبعاً رضا الله أولاً ثم والدي والاستمرار في هذا المجال وتحقيق أعلى المراتب فيه بإذن الله. جميل، ناوي تدرس إعلام ولا بس تبغى تشتغل إعلام وتتخصص في الجامعة بشيء ثاني؟ لا لا أكيد التخصص إعلام بإذن الله. حلو، سلطان أنت وش ناوي؟ أنت الحين في خامس ابتدائي؟ أنافسك هذاك الوقت. ها عبد المحسن يبي ينافسني، طيب. لا تخليهم خليهم يقطعون الاتصال. طيب، سلطان أنت وش طموحك للمستقبل؟ تبغى تدرس إعلام في الجامعة؟ إي نعم. إعلام ناويها؟ إي ناويها. يلا إن شاء الله أدرسك أجل بإذن الله. الحين أنت لما دخلت للصحافة ليش ما توجهت طيب إذاعة تلفزيون؟ ليش الصحافة بالذات؟ حبيت الكتابة من جدي الكاتب والمؤرخ عمر العمروي. تحية تحية وتقدير لجدك اللي خرج لنا واحد مثلك. طيب حبيتها بعدين؟ فيعني حببني أكثر، دعمني في في الكتابة في التصوير لأنه مؤلف كتب كثيرة. حلو، فحبيت الكتابة وحبيت التصوير. أين فصرت أنزل تقارير. جميل، الآن وش الصحف اللي أنت قاعد تتعاون معها؟ صحيفة عسير نيوز وإنماء إلكترونية. حلو جميل. عبد المحسن أنت وش الصحف اللي أنت قاعد تتعامل معها الآن أو وسائل الإعلام اللي تتعامل معها الآن كصحفي أو كإعلامي؟ أنا كاتب رأي وليس رسمي ما يحفظك. جميل، طيب كاتب رأي وين؟ وين سبق أنه صحف نشرت لك؟ لجريدة الشرق والجزيرة وفقط ومكة. جميل، جريدة مكة. جميل، وهل عندك نية أنك أنت تتعاقد مع أحد الصحف تصير صحفي خاص لهم؟ لا مشكلة. جميل جميل، طبعا أنا اللي أبغى أكد لك عليه وأنا أخوك أنه إحنا راح ندعمك بإذن الله ونشوف لك صحيفة إن شاء الله بإذن الله في أبها تفتح لك أبوابها وتكون تتدرب عندهم حتى أنك أنت تكون مش بس من أصغر الصحفيين بل من أفضل الصحفيين. تأكد أنه راح ندعمك إن شاء الله تحت الهواء وعلى الهواء. أهم شيء لا تروح من جامعة الملك سعود، نبغاك دكتور فيها إن شاء الله. الله يسعدك بإذن الله. الله يسعدك بإذن الله حبيب قلبي. الله يسعدك وشكرا جزيلا على المشاركة يا عبد المحسن، يعطيك العافية، نورتنا وشرفتنا. الشرف لي، الله يحفظك كمان. الله الله يسعدك. الله. سلطان أنا أبي أختم معك بس باقي لنا دقيقتين على التختيم. حبيت الصحافة وحبيت الإعلام. التلفزيون ما جذبك؟ لا قد جيت هنا يعني في الأخبارية مرة. قد جيت زرتنا؟ إينا. لا أنا المقصد أنه أنت ما جذبك التلفزيون بشكل عام كوظيفة. لا. ليه؟ يا ما حبيت اللي يعني. تحب تكتب أكثر من أنك تتكلم؟ إيه؟ حتى الإذاعة ما جذبتك؟ لا أبداً. طيب عندك قدوة في الإعلام ولا ما عندك قدوة في الإعلام؟ في يعني. من قدوتك في الصحافة؟ في كثير من الإعلاميين. يعني حابني أكون من كبار الإعلاميين مثل صلاح الغيدان. جميل. في يعني كثير. جميل، تحية للزملاء الإعلاميين اللي كلهم قدوتك. أول عمل أنت سويته كصحفي وش كان؟ أكيد أنك أنت ما تنسى، مستحيل. ما يحتاج. أنا ما أنسى أول نشرة طلعتها على الهواء. ها قول لي وش أول عمل صحفي أنت سويته؟ يعني تقرير كتبته. إيه، وش أول واحد؟ عن أخوي لأنه لاعب منتخب سعودي، كتبت عن الفريق حقه. جميل، يعني عن المنتخب السعودي. جميل، حلو. طيب أنا أبغاك تختم الآن الحلقة، فيلا أبغاك تجرب العمل التلفزيوني. قل للسادة المشاهدين نشوفكم بكرة مع يلا وناظر لي كاميرته. والله يخليك، هذه كاميرته. طيب يلا ها ختم. يعني شوي. لا لا أبد، خذ راحتك يلا. طيب تشاهدونا غدا بإذن الله الساعة السادسة. يلا يعطيكم العافية مشاهدين الكرام، دمتم بحفظ الله ورعايته. أعزائي العبيد كان معكم، إلى اللقاء.